أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج في عين الحدث. أسعار الألبان بين الحكومة ودعوات المقاطعة. الألبان تصدرت اهتمامات الأردنيين اليوم، وكانت هي القضية الرئيسية والأولى التي شغلت الرأي العام الأردني، وتوالت دعوات المقاطعة ضربا لسياسة الاحتكار وتوغل الشركات. الحكومة توارت ببيانات بصمت يعني لا زال يعني نحاول أن نبحث عن إجابات له. شركات الألبان جاءت اليوم باجتماعها بقرار برفع الأسعار بمباركة رسمية، هكذا يعني تداول الإعلام. ارتفاع الأسعار كان ربع دينار على كل 100 على كل علبة لبن من كيلو و700 جرام. لمناقشة هذا الموضوع استضيف معي في الاستوديو في هذه الحلقة من عين الحدث سعادة المهندس نهاد العليمي، نائب نقيب المهندسين الزراعيين، أهلا بكم. حياكم الله. والأستاذ زكريا الفقيه، صاحب شركة إنتاج ألبان، أهلا بكم. حياك الله. وأستأذنك بدءا من اليمين، يعني سعادتك تابعت اليوم هذه القضية التي شغلت الأردنيين، تصدرت اهتمامات الأردنيين، يعني الرأي العام، المستهلكين أنتجوا حملات مقاطعة. هذه الحملات المقاطعة لاقت قبولا وراجا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني بك أن تضعنا بتفاصيل هذه القضية وحقيقة ما جرى. الله يسعد مساكم جميعا في هذا اللقاء الطيب. أنا راح أتكلم اليوم عن منتج الوطني اللي احنا دائما نفتخر فيه بالأردن كمنتج زراعي وطني كبير، يشغل عدد كبير من المهندسين الزراعيين، يشغل عدد كبير من أهل البلد كقطاع زراعي من العمالة الزراعية، وهذا الاستثمار يقدر مليار ونص تقريبا على الأقل كشركات ومع مزارع موجودة. حملة المقاطعة بالنسبة لحملة راقية شعبية مقدرة، لكن أن لا توجه باتجاه فقط المنتج المحلي. نعم. احنا عانينا خلال الفترات الماضية في موضوع البطاطا، موضوع البيض، موضوع اللحوم، قد تكون مبررة إذا كان هنالك عرف الأسباب، لكن نتمنى أن كل المعلومات التي يتم تداولها تكون معلومات حقيقية وصحيحة وأن تؤخذ من مصدرها. اليوم احنا كجهة فنية وجهة نحاول أن نكون متوازنين بين الدفاع عن المزارع كمزارع وهذا القطاع الذي نحبه، وندافع أيضا عن المستهلك أن يكون هنالك منتج وطني يصل بسعر مناسب وجودة عالية، لكن كمان ما يتحمل تكاليف كبيرة. بفضل الله خلال الفترة الماضية قدرنا من خلال النقابة أنه نوصل صوتنا وصوت المواطن وصوت المستهلك أنه نعمل هذا التوازن الموجود. موضوع الألبان راح لا نتكلم عن الشركات، لكن نتكلم في ثلاث معلومات صغيرة. أنه اليوم عندي 13 مزارع مطلوبين للتلفيل القضائي من أصحاب المزارع الموجودة في منطقة الضليل، عندي 15 مزرعة أغلقت بشكل واضح، وعندي 40% من الأبقار عم تنباع كلحم نتيجة ارتفاع الكلف وحتى يصرفوا على مزارعهم الموجودة. نعم. هذه السياسة سببها مش بس الموجودين، سببها هي الحكومة بشكل عام. عندنا كلف غير منظورة، عندنا كلف تشغيلية، عندنا ضرائب خلال الفترات الماضية ضريبة 5% على الألاف ويتحملها المزارع، عندنا ضريبة 4% يتحملها أيضا المزارع، الحليب الآن مفروض عليه 4%. المفروض طب يعني قرار الرفع هل هو ضروري وواجب؟ أنا أتوقع إذا عرفنا الكلف الحقيقية، الأصل أنه يكون جزء أخونا زكريا يتكلم بهذا الكلف وأقدر مني، لكن أنا باعتقادي جزء الوقت غير مناسب لهذا الرفع بالوقت الحالي، لكن خطوة لابد أن تتم. يعني المواطن الأردني هل ينقصه أن يتم رفع الأسعار على مادة استهلاكية كاللبن؟ أكيد لا. أنا أقول لك وحتى قرار الرفع لمن تابعه يعني مهندس، كان هناك تباين في مواقف الشركات، شركات أعلنت التزامها وشركات أخرى لم ترفع. حسب القرار اللي قريته الموجود هو قرار بوقف العروض الموجود، حسب الكلام اللي وجه على الميديا أنه عبارة عن قرار بوقف العروض خلال الفترات الماضية. طب يعني أستاذ زكريا، قرار الرفع اليوم كان مفاجئ للناس، ردود الفعل غاضبة، الناس أعلنوا مقاطعات، هل هناك حاجة حقيقية وضرورية إلى يتم الرفع على أسعار اللبن؟ أول شيء مساء الخير. أهلا بك. مساء الخير لمشاهدينك الكرام ولمحطتك الراقي صراحة. وإحنا بنشكر أنه ناس بتسلط الضوء على حدث معين مشان تصل لمعلومة حقيقية. نعم. اليوم أنا اللي بدي أوصل المعلومة اللي بنوصلها أنه اليوم ما تم عملية رفع. اللي حصل اليوم هو إيقاف عروض كانت موجودة من 10 شهر 10 ل 2017
10 يعني 17. عرض عمره سنتين. خلينا انا اكمل لك المعلومه مشان احنا نصل لدرجه من الشفافيه العاليه اللي نحكي بكل شفافيه. نحن اليوم كانت المشكله بدايتها اليوم اصبح كان في عندنا عدد من الابقار زياده، فاصبح كميات الحليب كثير زياده في الاردن، فاصبح المزارع بده يبيع تحت الكلفه تحت الكلفه، واحنا مصدر الاساسي لمدخل انتاجنا هو مزارع الابقار. فاليوم تحملت جزء من الشركات هاي انها تاخذ الحليب بسعر ما دون الكلفه من المزارع، بس ما دون مش الخساره العاليه اللي هو بسعر 35 قرش للكيلو الواحد، فتره انه ما كان موجود بيطرح بالسوق ما بين 18 لل 25 قرش كيلو الحليب، ولكن هاي الخساره من لو كاد ينباع على 25 قرش لافلس كل مزارعين الابقار، فاصبح ما في عندنا مصانع البان في النهايه. فاخذت على عاتقها اغلب المصالح انها تشتري الحليب بسعر 35 قرش، ولكن ضعف القوه الشرائيه لدى المواطن ما قدرنا نستمر على الاسعار الموجوده، ولو بتخفيض شيء بسيط نزلنا بعروض بارقام منيحه. كانت عبوه اللبن 135 قرش على الرف، 1 كيلو كانت 135 قرش على الرف مش دينار وربع زي اليوم، وكان كيلو الحليب 42 قرش. نزل الحليب ل 35 قرش، رغم احنا كان بامكاننا ناخذ اقل من 35 قرش، بس كان احنا دورنا وطني كمصانع البان انه نحن ما حاولنا نستغل المزارع، لانه مصلحتنا ومصلحه الوطن تتوجب علينا انه يبقى المزارع زي ما هو. نعم. ويحاول انه نطوره مش نضيعه. فانا احنا اخذنا فتره من فترات الحليب 35 قرش، فخسر المزارع ما يقارب من قرشين لثلاث قروش بكل كيلو حليب. احنا مشان نسوق كميه الحليب الزائده اللي كانت موجوده وكانت كميه مش سهله، اضطرينا نعمل عروض. العروض احنا خسرنا فيها من 20 ل 25%. استمرينا بهذا الحكي، يعني هذا العرض اللي بدا من 2017 شهر 10 2017. نعم. وحتى يعني كانت شركتنا مبادره حتى سمته لحد حوش، يعني تخيل لوين وصلنا التسميه، لحد حوش للتاجر ام للمواطن؟ لا للمواطن، كان مباشر للمواطن. هون وصلت 16/1/2018 تفاجأنا بقرار جديد من الحكومة من وزارة المالية برفع ضريبة الألبان من 4% ل 10%. هنا زادت الطين بلة، يعني فوق خسارتنا صار عندنا خسارة ثانية، لأنه أنا الأصل أعكس الضريبة على مين؟ على المستهلك مباشرة، يعني أنا ما بدفع الضريبة، ولكن أنا أصلاً نازل بعرض بضعف السوق، فاضطريت اني انا حطيت الضريبه صارت انكلودد السعر، وظل البيع السعر يباع ب 75 قرش بالدينار للكيلو. استمرينا على هذا الوضع انه ممكن يتحسن الشهر الجاي ممكن تتحسن، ممكن تمشي الامور ما فيها. صف المزارع عنده حلين، هسه نبلش بالمزارع، المزارع عنده حلين، وهي النتيجه اللي حكاها اخوي نهاد واضحه، انه في عندنا 13 واحد مطلوبين التنفيذ القضائي، عندنا 15 مزرعه. يعني الارقام هذه عاديه بقطاع الزراعه، يعني لا في الاغوار تسمع عن الاف المزارعين مطلوبين التنفيذ القضائي، وهناك حيازات تختلف. شوف الحيازات الاغنام والابقار مختلفه تماما، يعني اذا بصير هيك ارقام معناته في عندك مؤشر لكارثه. الشغله اللي اهم من هذا مؤشر لكارثه في قطاع تربيه الابقار، تربيه في النهايه بنتاج الحليب بينعكس علينا احنا. نعم. مباشره بينعكس علينا. فاليوم انت اللي بتطلع لهذا الحكي، احنا حاولنا ننقذ ما بنقدر ننقذه. لو انه مصانع الالبان كانت ما قامت بدورها الوطني، وانا بسميه وطني بحط 20 خط تحت كلمه وطني، لاغلبيه مزارع الابقار اغلقت. نعم. الا المزارع الكبيره اللي هي عندها قدره على انها تبقى. اللي فوصلنا لمرحله انه نحن مش قادرين لا احنا ولا المزارع نستمر. المزارع اليوم أصبح مهدد. اليوم الثلاث قروش اللي هو خسارة فيهم ما معه كاش يصرف عليهم، اضطر يستدين، صار في عنده كلفة زائدة، الكلفة الزائدة صارت تمويل قروض. نعم. كان فوائد أو مرابحات أو إلى آخره. صفة هو وصل لمرحلة إغلاق. اليوم وين وصل المزارع؟ صار المزارع مضطر أخاك لبطل، إنه اليوم أنا بدي أبيع جزء من البقر، يا ما ببيعه لاحم يا ما ببيعه بكاكير، مصطلح عند المزارعين. بس يعني أستاذ زكريا، بدورة الإنتاج هنالك من يملك البقرة ومن يملك مصنع الحليب أيضا. نعم صحيح. وشركات كبرى ومهمة في السوق ورئيسية وتتحكم بمعدل عالي جدا من الإنتاج.
بس في نفس الوقت هي عندها معدل كلفه لانتاج كيلو الحليب زيها زي اي مزرعه ثانيه. نعم. يعني اليوم انت افصل المصنع عن المزرعه، المزرعه اليوم، ولكن هناك من يقول بان هؤلاء هم من يتحكمون بسعر الحليب ويتحكمون بسعر السلعه حتى تصل الى السوق ويتحكمون بالدوره كامله من الالف الى الياء. العكس تماما، اليوم اللي بيملك مزرعه قراره صعب جدا، لانه هو مضطر. نعم. هذا يعني اليوم اجتماع شركات الألبان، منتجي الألبان، تجار الألبان، يعني خرج بطريقة وكأن ليس هنالك قانون للمنافسة في الأردن. هؤلاء هم من يتحكمون بالسوق، هؤلاء هم من يرسمون معدل السعر، هؤلاء هم من يفرضون إملاءاتهم السعرية على المستهلك. يعني أنا أتوقع البيان اللي صدر منهم، أنا بالنسبة لي ما كان من اللائق إنه يكون على الميديا موجود ولا يتم العمل بهذا الأمر. الأصل إنه يبينوا للمستهلك، وحق المستهلك يعرفوا التكلفة الحقيقية للشركات والمزارعين بشكل عام بدون ما نلجأ إلى اجتماعات موجودة. بجوز هو كان هدف تنسيقي مش هدف موجود، رغم أن أنا شفت الصفحة الأولى مكتوب فيها على موضوع نوقف العروض نتيجة البيع تحت التكلفة بهذا الموضوع. لأنه يعني هذا أطول عرض بتاريخ الأردن. صحيح. سنتين. صحيح. بسبب الظروف. بسبب الظروف الموجودة الآن. في إشكالية موجودة في البلد بحاجة أنه فعلا الآن الشركات البان أنه تقف مع المواطن تجد الوقت المناسب برفع الأسعار الموجودة. بجوز اليوم مش صحيح، لكن على الأقل هم كمان بدهم يتحملوا مشاكل وتكاليف زيادة. البلد مش مستاهلة، ووضعها صعب الفترة الحالية. المواطن عم بيشعر أنه كل المنتجات عم بتزيد عليه، لكن أنا بقول اليوم أنه على الكل أنه يعرف شو التكلفة الحقيقية، ولازم المواطن يعرف أنه اللبن بجوز زمانات كان يشتري بجوز بسبعين قرش، اليوم بجوز صعب نشتري تحت الدينار نتيجة كلفة. يعني أنت ترى بهذه الكلفة حقيقية؟ على الأرقام الموجودة عندي أنا بعرف أنه تقريبا التكلفة تقريبا من الدينار أقل بشوية. يعني ليس هناك توغل واحتكار من قبل شركات كبيرة؟ لا، لكن أختلف معهم على الوقت، أنه بتحملوا سنتين يتحملوهم كمان شوية، يعطوا مجال للناس أنه كمان يبرروا هذا الموقف بطريقة صحيحة. يعني مهندس ما فيش محتكرين؟ ألا يوجد محتكرين شركات كبرى توغل؟ يعني من قرأ البيان يشتم به هذه الرائحة اليوم، يعني واضح بأن هنالك طرف ما، قوة ما، صاغت هذا البيان ورمته في وجه التجار ورمته في وجه المواطنين. تمام. السلعة اللي بتكلم والحكومة أيضا، السلعة اللي بتكلم عنها سلعة سريعة التلف، فمش بالسهولة إنه مجال إنه يحتكروها ويخبوها لأطرى. أطول فترة راح تكون 14 يوم. لا، يوم اليوم بحملة المقاطعة إذا بتتكلم عنها يومين ثلاثة الناس بهذا عدد يعني كبير موجود. يعني لامستم نجاح للحملة؟ لا شوف، خلينا أستاذ فارس، يعني الموضوع مشان إحنا نوضح الصورة تماما. تفضل. الكتاب اللي صدر من شركات الألبان وتسرب للإعلام أو وجد بالإعلام، وكان كتاب واضح إنه نحن ستوقف شركات العرض والبيع تحت الكلفة، ما كان في تحديد لا سعر ولا تحديد. أعلنتم على الرفع. ماذا تمخذ الاجتماع؟ ماذا تمخذ عنه؟ تمخذ عنه ربع دينار 20 جرام. نوقف المهزلة اللي بتصير، إنه كل شركة عمالها بتخسر بالشركة الثانية. وصلنا لمرحلة إنه رواتب شركاتنا مش عم ندفع، رواتب موظفينا مش عم ندفعها، قروض البنوك مش عم ندفعها. بس في شركات خالفتكم الرأي. ما لغاية اليوم ما في شركة خالفت. يعني سمعنا هنالك من شركات أعلنت عدم التزامها بهذا السعر الجديد. هي لا شوف، ممكن تكون وشركات مهمة وأسماء كبيرة، هلا ممكن تلاقي شركة عندها نفس أطول من شركة ثانية، بس هذا لا يعني إنه هو حيضل بهذه الخسارة. ولكن أنا بطلب منه أي واحد من مكان يكون، إن كان هو قادر على أن يكون صريح مع المواطن الأردني، مع الحكومة الأردنية، مع الأردن بشكل عام، أنه يجيب ميزانيته إذا ما كان عنده خسارة. وهذا الشخص طب نفسه. لو حسبنا حسبة الكيلوغرام أستاذ زكريا، أنا ما هي ممتازة، هي على فكرة هي تدريجية. سبها للمواطن حتى أنه تكون الصورة واضحة. أنا بدي أحسبها للمواطن. لماذا ارتفع الربع دينار الأخير هذا؟ اليوم يا سيدي، للألف لليوم. اليوم يا سيدي العزيز كالتالي. نعم. خلينا نبلش بقلم وورقة يعني. تفضل. اليوم كيلو الحليب 42 قرش. نعم. عم بيجي له ضريبة قرش وسبع فلسات، اللي هم 4% اللي فرضتهم الحكومة الأخيرة. على المزارع. اليوم العبوة الفارغة مع القصدير مع الغطاية 13 قرش. مدخلات إنتاج غير كيلو الحليب 6 قروش بجيله كاملات. نعم. اليوم هذا ثمن بس المدخلات الإنتاج، بنحكي إحنا ما بنحكي إشي ولا أي إشي ثاني، بس مدخلات الإنتاج لحالها يا صديقي 62-63 قرش، بس مدخلات الإنتاج. إذا كيلو الحليب صار ثمنه 63 قرش.
اليوم احنا كلنا في التشغيليه الديزل، انت هل يعق انت شايف الديزل سعره عادل بالاردن؟ هل الكهرباء سعرها عادل بالاردن؟ هل المي سعرها عادل بالاردن؟ فكلها في التشغيليه هاي عاليه جدا، ولا مصنع من المصانع، ولا مصنع من المصانع اللي عنده كلف تشغيلية. احنا نحكي كلف تشغيلية الكلف الصناعية، طبعا احنا الكلف تنقسم ثلاث أقسام، كلف صناعية، كلف إدارية، وكلف بالتسويق ومبيعات. اليوم الكلف الإدارية كل كيلو حليب، كل كيلو حليب تشغيلي، كل كيلو حليب لا يتقل عن 16 قرش بتحمل بس تشغيل ما بين عمالة وكهرباء ومي ولخ ولخ، 16 قرش. اليوم الكلف الإدارية بنحطها، طبعا عندنا لسه استهلاك الماكينات ما حسبناه، المصانع مكلفه 100 و120 مليون دينار في بعض المصانع. اليوم الكلفة الاستهلاك عالي جدا ما حسبناه لساته. احنا اليوم لما نيجي للكلف الاداريه بتحكي عن 12 13 قرش كلف اداريه. اليوم وصلنا احنا يا سيدي العزيز 92 قرش، هذا بدون كلف توزيع. نعم. كل دينار بنبيعه احنا بدنا ندفع عليه 16 قرش ما بين ديزل سيارات وصيانة السيارات وعمولة للمندوب وراتب المندوب، ندفع عليه 16 قرش. هاي عندك صار ليرة وثمان قروش، دينار وثمان قروش، هذا بس كيلو اللبن. لسه احنا ما اشتغلنا ولا بربح ولا بلا بحاجة. عندك ضريبة من دينار وربع، دينار ربع الضريبة الحكومة 12 قرش ونص، هاي دينار وعشرين قرش الكلفة. هل لا يستحق صاحب المصنع ولا صاحبي ولا صاحب الدكانة ولا أي واحد شلن؟ احنا بناخذ طالب شلن، شيلين على الليرة 20 قرش، يعني بتحكي عن 4%. وال4% صديقي المعلومة لكل الناس، نحن اليوم مصانع الألبان كافلين المنتج. يعني أنا اليوم صاحب المحل بحط المنتج عنده برسم البيع، إذا ما باعه تلف، إذا انتهت بمدته، أي شيء حصل عليه أنا بدي أرجعه، مضطر أني أرجعه. هل هذا كمان ما بنحسب؟ فاليوم يعني إحنا علة اللبن دينار وربع صديقي، لما كان كيلو الحليب 42 كانت 135 وكانت الضريبة 4%. اليوم الأصل صدقا لازم ينضرب هذا ب 6% كمان. نعم. اللي هم الضريبة الجديدة يعني بده يصير 145 قرش. احنا اليوم في 20 قرش لسه أقل من السعر الحقيقي اللي طب هذا اللبن التالف أين يذهب؟ هذا سيدي العزيز اللبن التالف في عنده أكثر من مسار. نعم. اليوم أنت في شركات على طول مباشرة بيروح للحاوي اذا كان اكسبير ديت منتهي. هلا اذا في شركات كيف تاريخ يقرر بانه منتهي؟ يعني ما بعد ال 14 تاريخ الصلاحيه. نعم. 11 ايام لللبن و14 يوم لللبنه. اذا كان تاريخ الصلاحيه منتهي بيروح تتلاف نهائيا. في سياسه شركات وهي سياسه ناجعه انه انا ارجعه عمره 3 4 ايام، يعني خلي فيه 4 ايام وارجعه واعيد تصنيعه لمنتجات تتحمل بستره من جديد، يعني بتنعمل فيها بس يعني. لا ما بصير شنين، لانه الشنين ما بتتبستر مره ثانيه، بتحمل انه درجات ممكن اعمله جميد، ممكن اعمله شغلات كثير، ممكن ادخل منتخل انتاج جبن الصفراء، مليون طريقه له، بس الشرط اني اعيد بسترته من جديد لاني انا ما بضمن الظروف التخزينيه الموجوده وين عند التاجر. فلازم انا طبعا في عندي فحص الحسي والى اخره بتمشي اموره زي هيك. بس احنا اليوم عم نحكي عن موضوع الكلف، فالكلف هي واضحه قدامك استاذ فارس، كلف عالي جدا، وكلف الطاقة متعبة، الضريبة متعبة. اليوم نحن ممكن ننزل كلفنا بطريقة مختلفة. لما كانت فاتحة العراق أنا بدل ما أنتج 50 طن حليب اليوم أنا عم بنتج 100 طن حليب. نعم. كلفتي أنا بتتوزع من اليوم، العراق مسكر عندي، سوريا مسكر عندي، السعودية أنا فرضت علي أن يكون في عندي TUV لمنتجات الغذائية كاملة. TUV أنه أنا شو TUV؟ TUV لازم يخضع لفحوصات معينة، بتأخذ هاي من 14 لواحد 21 يوم مدة. نعم. وأنا مدة اللبن عندي واللبن 14 يوم بنتي مدته قبل ما يتصدر. إذن فأنا وقفت تصدير للسعودية ألبان نهائيا. اليوم إحنا كمان في فرص ثانية الحكومة ما أخذتها، يعني قطر كانت فتحت ذراعاتها بداية الحصار، مظبوط ولا لا؟ صدر. مين استفاد منها؟ استفادت تركيا، نزلت أسعار الشحن، استفادت مباشرة. أنا كنت بدي أخذ وكالة لشركة كبيرة في تركيا، لما فتحت قطر قالوا لي مع السلامة ما بتلزمني. إحنا الأردن إحنا هون شركات طيران أشوف اسمها رفعت أسعار الشحن لقطر، بدل ما تيجي تنزل أسعار الشحن يكون في تنافسية وفرص. لا وتصير فرصة. إحنا بنحكي. نعم. اليوم أردن بوحدة واحدة. نعم. ما بنحكي قطاعات كلي. نعم. بالضبط. اليوم إحنا يعني اليوم المزارع والمصنع لا يحسد عليه. وأخفر زن ضيف كلمة كثير مهمة، لا تتوقع إنه نحنا حلينا مشكلتنا كمان لسه. إحنا مشكلتنا صار فيها أثر سلبي قدير، صار لنا سنتين بنعاني. وهو السنتين اللي بنعاني صار علينا قروض،
صار علينا فوائد زياده، صار علينا بلاوي كثيره من الرواسب السنتين الماضيات. نعم. السنتين الماضيات بدهم 5-6 سنين لما نحل احنا مشاكلنا والمزارع يحل مشاكله. وللاسف يعني انا ما بدي نصل لمرحله انه نصير بكره احنا نصير نتمنى ان يجينا كيلو الحليب من عند الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه، او كيلو اللبن من الدوله الفلانيه والعلنتريه. يعني تصفير السوق الانتاج المحلي ممكن هذا؟ يعني طبعا، يعني انت اذا بتطلع على الواقع الحالي الموجود حاليا، اذا انا بدي اخلي مصانع الالبان تكسر باستمرار واخلي مصانع مزارع الابقار تكسر، الحكومه لا تسمح باستيراد الحليب والالبان من الخارج؟ لا موجود، موجود استيراد. لانه هسه في بعض الدول احنا ما بنقدر نقول لا. نعم. زي شو يعني؟ اي دول؟ عندنا السعوديه احنا ما نقدر نقول لا. نعم. في عندنا احنا سيدي العزيز احنا بننتج 750 طن حليب يومي، يومي. لكن احنا مش احنا قادرين نصدر للسعودي. حاجه الاردن 1500. اليوم احنا عندنا موضوع التترا باك، حليب التترا باك من افضل الحليب الموجود بالمنطقه، الحليب الاردني. نعم. اليوم احنا عم تروح على المولات بتلاقي اللي في نص الطبالي في النص المعمول عليها العروض كلها من دول وين؟ كلها دول مستوردة. إذا ما في حماية للمنتج، ما في حماية للمستورد يعني. إلا أقول لك شغلة، في شغلة كثير حلوة. نعم. وأنا بدي أشكره على الهواء، المعالي إبراهيم الشحاحدة عمل بطريقة وهو إنه أجا عمل الشحاحدة وزير الزراعة والبيئة، عمل شغلة مشان ينقذ جزء من المشكلة وحل جزء من المشكلة. عمل شغلة كثير حلوة، حد من استيراد جبنة الحلوم، حد من استيراد جبنة العكاوي، حد عمل كوتا للحليب التتراباك، يعني حاول قدر المستطاع انه ايش يستوعب المشكلة. نعم. وهذا انا بصراحة يعني لا بتربطني بينه وبينه قراب ولا شيء، بس انا بشكره انه ولكن عمل البلد. الزراعة ايضا يوجه اليها اتهام بما يتعلق بوقف استيراد الحليب المجفف من الخارج، وهو جزء من معادلة تركيبة هذا الارتباع بالكلف. لدينا تقرير من اعداد الزميل خلف علي خلف عفوا يرصد باتجاهات اراء المواطنين حول قضية رفع اسعار الالبان، لنتابعه. والله الاسعار يعني هي ضغطت الشعب، هم بيضغطوا قاعدين وبغلوا كل شيء، واللبن هذا كل يوم الناس بتاكله، يعني مش لازم انهم يرفعوا الاسعار، لازم ينزلوا الاسعار. يعني هو كان السعر اللي هو قديم عليه واحنا مش قادرين نجيبه، ندفع كمان 25%، بحطوا نسبه النيتريك فيه اعلى من النسبه الطبيعيه، وبحطوا فيه نشا كمان، وعلى مسؤوليتي بناشد الشعب الاردني اي سلعه مش بس الالبان، يعني لو ترتفع لو 1% او 2% انه يكون في عندهم وعي وانهم يقاطعوا اي منتج بيرتفع، يعني لانه المواطن فعلا بطل يتحمل يعني ضرائب، اسعار يعني مواصلات، بترول، كله كثير غالي يعني الاسعار. يعني ما في سحب انه البان، انه ثلث ارباعها اصلا بتروح بترجع لما تنتهي مدتها بترجع بعوده ويرجعوا لنا اياها، يعني بغيروا بس التاريخ، فما في داعي انهم يرفعوا كذا وشغلات زي هيك، لانه كلها هاي يمكن حرب نفسيه بس على المواطن زيه زيك. الناس اول على دينار وما كانت قادره تشتريها، هسه على ليرة وربع، وليرة وفي الشركات وصلت ليرة و40، وعلى الفاضي يعني كل مالهم قاعدين يرفعوا والدخل ما عماله بزيد. طب شو الفائده انت قاعد ترفع مصروف وما في دخل بالاصل؟ انا ضد هاي الاشياء الارتفاعيه، هاي اشياء استغلاليه اول شيء، يستغلوا الناس الفقراء. ما ضلش الا النفس، الهواء اللي بنتنفسه ندفع حقه، وما ضلش شيء الا كل اي شيء بدهم يرفعوا سعره، يعني مش بلد بالعربي اقتصاديا معدوم. ما فيش مراقبه من الدوله على الاسعار، بيرفعوا كل شيء، الالبان اليوم بكره القضروات بعد بكره المعلبات، كل شيء بيرتفع وما فيش مراقبه. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، تابعنا هذا التقرير للزميل علي خلف الذي يرصد به اتجاهات آراء الأردنيين حول رفع أسعار الألبان. الناس فعلا الله يعينها، يعني مثلا يسمع هذه الشكوى من المواطنين على ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مائدة الأردنيين، لبن، بيض، دجاج، لحمة، هذه أبسط الحاجات الإنسانية التي يحتاجها المواطن، حاجات رئيسية ليستطيع أن يعيش. يعني مهندس نهاد، أكثر ما هو كان لافت أيضا حديث المواطنين عن الجودة، من تحدث عن البودرة، عن جودة اللبن، عن استعمال هذه المسألة التي لربما اليوم تحدث بها الناس والمستهلكين، وعن شكوك بجودة هذا المنتج من اللبن الذي يستهلكه الأردنيون، يعني فهل هو مطابق أم غير ذلك؟ يعني حسب المواصفة الأردنية الموجودة كل الحليب أو الألبان اللي تصنع من حليب طازج نسبة الاكتفاء منها 100%، يعني عندنا نعم. كل حليبنا من الأردن، ألباننا من الأردن، ما فيش عندنا مستورد، عندنا أجبان مستوردة،
اشكاليتنا في الحليب البودره في تصنيع اللي هي المطعمات والشوكولاته وتدخل في هذا الخطوط. الاشكاليه السابقه اللي كانت عند الحكومه انه كانت يعني مفاتحه على الغالب بشكل كبير جدا. اليوم صار في نوع من الضبط بين القطاع الخاص وبين الحكومه ممثل بوزاره الزراعه، لما هذا الملف كان في وزاره الصناعه والتجاره. الاصل انه الان من خلال الرقابه انه يتم اعطاء تصاريح عند الحاجه حسب مدخلات، حسب الكميه اللي بيصدرها وحسب الكميه اللي بينتجها. طبعا في شويه يعني لا زالت خروقات هون هناك، لكن على الاقل اكثر اقل بكثير ما كانت سابقا. المنتج الاردني انا بتكلم عنه منتج عالمي بالنسبه لي، منتج رائع، منتج ممتاز، وطني بامتياز، ما عليه اي علامه استفهام. لكن كنا نتكلم قبل الهواء انه طبيعه العين اللي هي صارت توكل، كنا بالزمانات نحب الحامض، اليوم صرنا بعض الشركات تنتج اللبن الحلو، فكل واحد حسب انتاجها الموجود. اما بالمجمل نعم، الشركات المعروفه بالاسماء انتاجها ممتاز وكويس. عندنا بعض المصانع الموجوده ما لها ليبلات وموجود، هي صلاحيه وزاره او المؤسسه العامه للغذاء والدواء وعم بتراقب، لكن بالنهايه عم بتفرغ في كثير. بس يعني مهندس اليوم يعني بالارقام قرانا بان انتاج الحليب في الاردن 650 طن يوميا، الالبان 1500 طن، هناك فجوه رقميه. في مستورد كاجبان وليس كالبان. البان ما في، كل الالبان الموجوده في البلد هي منتج محلي، ما في على الاطلاق. من برا ما في، في شيء اسمه لبنة تركية لا تعتبر لبنة، هي عبارة عن صلصة تركية لها علاقة مختلفة بهذا الجانب. بس المعادلة الرقمية ممكن البعض قال بأنها تخفي يعني تلاعب في جودة التصنيع، إدخال مواد كيماوية، إدخال تركيبات كيماوية، إدخال حليب بودرة، إدخال يعني عمليات تخالف المواصفات بعملية الإنتاج. عملية المراقبة الموجودة من الغذاء والدواء كجهة رقابية لها كل احترام والتقدير. يعني أرقام عادية هذه؟ أرقام طبيعية. طبيعية أنا ما لا تحمل أي. لا أنا برأيي إنه 650 طن أقل من الكمية اللي يعني إحنا المفروض اليوم تنتج فوق 1000 طن. لكن على الظرف 650 والألبان 1500. البان هو يتكلم فيه، أنا ما عندي أي تفاصيل عليه، لكن 650 اليوم فعلا الحليب عندنا، الأصل أنه يكون عندنا أكثر من هيك، لكن للظروف اللي بمر فيها المزارع. صديقي المعلومة كالتالي، إحنا بننتج حليب 650 ألف لتر في اليوم أو 650 ألف كيلو باليوم، استهلاك الأردن بشكل عام 1500. نعم. هلا بمعنى آخر النص بينتج أردني والنصف الثاني مستورد كأجبان مش كألبان. لا كحليب وألبان، عم تدخل ألبان من دول جوار، عند ديش نسمي أسماء ماركات موجودة هلا موجودة بالأردن. نعم. العلبة الخضراء والموجودة أكثر من شركة، الشركات السعودية بالذات يعني. ماشي، بس مش كلبن أو رايب. لا أوكي، بس هو هنا مشتقات الحليب. ممتاز. مشتقات حليب أجبان. ممكن. مشتقات حليب عندك أجبان، عندك كثير شغلات. اليوم حاجة السوق الأردني، لو كان كل الإنتاج أردني إحنا بدنا 1500 طن. إحنا اليوم نصنع لبن الرايب أردني فقط، ليس هناك لبن رايب لا يتجاوز أجنبي أو لبن رايب واللبن الرايب واللبن والشنينة، يعني الثلاث أصناف هذول ما بتجاوز إنتاجهم بالأردن بأقصى حد 400-450 طن. نعم يومي. يعني هذا بس الرقم اللي هو 1500 طن هو الرقم استهلاك الأردني اليومي. فنحن عندنا بالعكس، احنا الاصل من الحكومه ان تشجع انه كيف احنا نصل لدرجه 90%. اليوم احنا على حكيك احنا 50% تقريبا. نعم. لازم نصل ل 80. بس في فجوه رقميه، يعني فجوه رقميه لانه احنا كمصانع الكباسيتي تبعتها تفوق ال 1500 طن. يعني انا مصنعي تقريبا اصغر معهد في المصانع المعقوله، انا عندي طاقه انتاجيه لحد 120 طن باليوم بال 24 ساعه. نعم. ولكن انا ما بنتج 25% من هالطاقة الإنتاجية. نعم. عندك الشركات الثانية عندها طاقة إنتاجية 300 طن باليوم بس ما بنتج 25-30%. هذا يعني الأصل إحنا نكمل هذا الحكي. هلأ أنت سألت لساعات المهندس الجودة الأردنية، صدقا عندنا مؤسسة اللي هي مؤسسة الغذاء والدواء فخر لكل الأردنية، وهذا بجوز الناس يعني ما تحبش الحكي هذا، وهو اكثر لا بتحب الناس اكثر يعني شيء رقابه، الناس ليسوا سلبيين لهذه الدرجه، اكثر يعني شيء رقابي علينا وممكن يؤذينا، لكن هنالك ضبطيات، هناك كميات من الحليب والاجبان التالفه والفاسده التي تضبط. شايف من احزن ومن ارقى، وانا كنت يوم الايام عضو باللجنه الفنيه وجو مره باللجنه العليا، صدقا اللبنانيين اخذوا تجربتنا،
السعوديين أخذوا تجربة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فهي عندها صرامة بالرقابة بطريقة لا يعلم فيها إلا الله، وإحنا بنعلمها. مخالفات كثيرة. الجودة الأردنية، أنا أتحدى منتج الألبان الأردني واللبن الأردنية إذا فيه بالوطن العربي إلى جودة بنفس المستوى اللي موجود بالأردن. نعم. بس أنا اللي بدي أقول لك يا أخ فارس، في شغلة مهمة كثير، واللي حكوه الشباب المواطنين أنا معهم، أنا مواطن، أنا مستهلك، أنا بدي سلعة واحدة. نعم. ولكن المستهلك لألف السلعة الثانية. أنا اليوم بطلت أقدر أني أنا راتبي أو دخلي يكفيني أني أقدر أكمل. بس المشكلة مش أنا سببها، المشكلة في لها أسباب أخرى. إحنا اليوم بلد الأصل نكون من بلاد الزراعية الراقية، اليوم إحنا عم المرقعة الزراعية عم تصغر عنا، عم تصغر بالطريقة أو بأخرى. ليه ما نكون إحنا زي دولة من جوارنا بتنتج أضعافنا؟ نعم. ليه ظروف تهيئاتها غير ظروف إحنا؟ بالعكس، العقلية الأردنية في كل العالم وين ما سافرت أنتجت وجابت مفعول أكثر من أي عقلية أخرى. إيش معنى بالبلد هاي ما بتنتج؟ في شيء غريب. الشغلة الثانية المهمة، اليوم المصانع، يعني في مؤامرة على الزراعة في الأردن؟ والله ما بتعرف، يعني أنا شايف إنه الموضوع إنه الزراعة، بس اللي بتحكيه مؤامرة. يعني لما يكون هنالك استهداف ممنهج تتحدث عن مؤامرة، يعني اليوم بالقرار بالسياسي بال ما يعني اللي بتشوفه. شوف أنا لما بس في وزارة الزراعة بالعكس بتحيا عماله بتشجع قطاع الزراعة بطريقة أو بأخرى. يعني أنت بتناقض نفسك، يعني وزارة الزراعة تذهب بلا دعم ووزارة الزراعة أيضا، بس اليوم والزراعة مستهدف وهناك مؤامرة عليه. اليوم المصانع يا فارس تقسم لثلاث أنواع. نعم. مصانع كبيرة. يعني سنتوقف عند هذه الملاحظة أعزائي المشاهدين، فاصل قصير من ثم سنعاود إكمال حديثنا عن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، سنتابع هذا الكاريكاتير للزميلة ميس العمر، تعليق سريع ومن ثم نكمل حديثنا عن هذا الموضوع، لنتابع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، تابعنا هذا الكاريكاتير للزميلة ميس العمر. تعليق سريع أستاذ زكريا، حقيقي هذا ما يجري للمواطن وللبقرة وللشركات؟ أنا اللي لمسهم الكاريكاتير أنه المواطن مغيب. نعم. حتى البقرة لا حول ولا قوة. حتى البقرة يعني أقرب من المواطن للاجتماع كان المصانع. نعم. هذا مش صحيح الكلام، بالعكس إحنا نادينا واحنا تواصلنا مع الحكومه لمدار سنتين كاملات انه عندنا مشكله 1 2 3، تواصلنا مع مجلس النواب وكثير من اعضاء مجلس النواب انه عندنا مشكله 1 2 3، وكان مشكلتنا على العلن وما خلينا باب الا ما طرقناه انه عندنا مشكله، وهي المشكله كبيره. نعم. وللعلم انا يعني بدي اطلع شوي من سياق الحلقه اذا تسمع لي شيء صغير، انا شخصيا قبل سنه دقيت الجرس قلت انه في الاردن راح يصير عندنا مشكله، ومشكله كبيره ولغايه اليوم ما حدا لمسها، انه راح يكون في عندنا قوه شرائيه راح تضعف، وراح يصير في عندنا مشكله كاش فلو بالسوق، وحيصير وضع التجار والصناعيين والمواطنين اغلبيه يعني هذا خلفيه قانون الضريبه، يعني مش بس الضريبه. نعم. اليوم هذا لو تخثر المال بالبنوك، المال تخثرت بالبنوك، كان الاولى انه الحكومه تتجه لهيكله ديون المواطنين الاردنيين لمدار 6 شهور على الأقل، لحرق دورة اقتصادية، دورة اقتصادية من جديد، وبعدين تفكر الحكومة بحلول طويلة ومتوسطة الأمد. على لا ندخل في الركود. إحنا دخلنا وخلصنا. نعم. اليوم أنا سمعت تاجر صديق وكبير مبارح كان مهارب والله من أفضل الناس. نعم. وشخصية محترمة، وأقول لك من جد جده تاجر. اليوم نرجع صديقي برضو لموضوع الألبان وجودة الألبان. اليوم المصانع مقسمة لثلاث أقسام، مصانع كبيرة. نعم. تخشى على سمعتها، يعني أنا لما كنت مستثمر 10-15 مليون، توصل في بعض مصانعنا استثمرت 125 مليون،
لا يعقل انه يعمل اي يقدم على اي شيء غلط يضر سمعته، انسى ضميره. في استثمار اجنبي في قطاع الالبان، شركه واحده فقط لا غير. نعم شايف، في مصانع متوسطه استثمرت 5 و6 و7 مليون بنفس الطريقه. اليوم احنا عندنا مشكله، والناس دائما بتاخذ المشكله وهي حجم صغير، اللي هم مصانع البيت الدرج. هذول مصانع بالدرج لا رقابه ولا ضريبه ولا حتى رقابه الهيه. اذا يعني الاسواق يتسرب اليها البان مشكوك بصلاحيته، بس يعني هاي رقم بسيط، وغير هيك واضحه للمستهلك العيان انه ما عليها ليبل واضح. هذا ما راح يرفع سعره، هذا ولا ليش يرفع سعره اصلا؟ هو ما تاثرش لا بحليب ولا تاثر بلا شيء، ما عندوش شيء. نعم يعني مهندس نهاد من الكركتير، حتى نتحدث بشكل اوسع ايضا عن المنتج المحلي والتحديات. فعلا الاقتصاد الزراعي هو يواجه تحديات كبيره جدا، سواء ما يتعلق بفرصه الاسواق البديله، اسواق مجاوره، المنتج المحلي، المنافسه، اغراق السوق الاردني بالمنتج الاجنبي، يعني غيرها من هذه التحديات الكثيره التي نلاحظ بانها تترك اثرا سلبيا على الاقتصاد الزراعي الاردني. يعني جزء من المشكله الحاليه هي الحكومه وفي فرض هذه الضرائب الموجوده. نعم وانا لا ابريها، اذا فعلا حاب انها تنزل التكاليف نبدا بحلقه الحكومه من خلال العماله، من خلال الطاقة، الكهرباء أسعارها 100% ارتفعت. نتكلم على العمالة الزراعية والوافدة والأسعار اللي صارت. بس في امتيازات وفي إعفاءات لبعض المدخلات الإنتاج في الألبان، في صناعة الألبان. مش واضحة، بس المزارع أيضا الموجود ما عندوش هالإعفاءات الموجودة، بالعكس حطيت عليه ضرائب. يعني المعادلة الرقمية التي تحدث عنها الأستاذ زكريا قبل شوية، يعني بما يتعلق بالكلفة، هي حقيقية؟ هم أدرى بهذا الموضوع، لكن على أرقامنا الموجودة والتفاصيل الموجودة لحد إنتاج الحليب، الحليب تكلفة الحليب اليوم تقريبا 38 قرش. نعم. على المزارع. أنا اليوم داخل طاقية المزارع لأنه هو ماسك طاقية الشركات. 38 قرش اليوم بنتج، وقاعد سنتين هو بيع تحت التكلفة. المزارع اليوم بلش يصرف على مزرعته من خلال بيع البكاكير أو بيع الأبقار الموجودة. لكن اليوم الحكومة بدي أرجع مرة ثانية، ليش الحكومة لا زالت اليوم صابرة ومش قادرة تتدخل في رفع المعاناة عن المزارع الأردني؟ نعم. موضوع الضريبة، في ضريبتين، ضريبة على الألاف موجودة 5%، والآن فرضوا عليها ضريبة جديدة اللي هي 4% ضريبة الحليب الموجودة. أيضا من حق المزارع اللي هو مواطن أن كمان أنه يتعامل بالمساواة مع الآخرين. هذا المواطن بحاجة أنه يظل عايش وظل باعتبار أنه هو الطبقة الأكبر التي تشغل الأردنيين الموجودين. لما أتكلم عن التشغيل بالبلد، كل المزارع الموجودة في مناطق نائية. لما أتكلم بالضليل، منطقة نائية جدا، الأصل أن يكون فيها اهتمام حكومي. نعم. في الخدمات، في التخفيضات، في اللي حوافز اللي تفضل فيها. يعني كيف تقدر موقف الحكومة حتى هذه اللحظة؟ الحكومة أصدرت بيان عن وزارة الصناعة والتجارة، حاولنا التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على حيثيات هذه القضية، لم نلقى أي ردا من قبل الوزارة حتى الآن. الحكومة أو وزارة الصناعة عندها قسم دراسات وله علاقة بالمنتج الوطني، الأصل أنها تطلع للميدان وتحصر المشكلة الموجودة وتعرف قديش الكلفة الحقيقية، وتبين للمواطن أن الكلفة الحقيقية بالضبط. إذا كان في خطأ عند الشركات يتم الإشارة أنه هنالك خطأ وفي. طب الآن يعني بالتفاصيل الرقمية التي وضعها يعني السيد زكريا، الرقم يعني يقول بأن هذا السعر مبرر وهذا الارتفاع مبرر وواقعي وحقيقي وواجب. لذلك أنا حكيت أنه الوقت غير مناسب بالرفع، الأصل أنك تبين للمواطن أنه عندنا سلسلة من الخسارات الموجودة، إحنا أنا بحاجة بهذا الموضوع. لكن مثل اليوم البندورة والبطاطا. نعم. اليوم سعر التكلفة للكيلو البطاطا 33-39 قرش، وعم تطلع من المزارع مثلا ربع دينار. هذا الأمر هل مطلوب من المزارع أنه يظل يعيش بيها تحت التكلفة حتى؟ طب بشكل عام السياسة العامة للحكومة بما يتعلق بتحدي الاقتصاد الزراعي، هل الحكومة تقوم بدورها الكفيل لحماية المزارع الأردني، لحماية الاقتصاد الزراعي، لحماية المنتج الأردني؟ هي مسألة الزراعة ليست مرتبطة بأرقام فقط، 1+1=2. أنت تتحدث عن أمن غذائي وطني. صحيح. لحد هذه اللحظة ودينا للحكومة كثير من الحلول الموجودة، لها علاقة بالتسويق، لها علاقة بالتشغيل، لها علاقة بالعمالة، بلها علاقة بكل مخرجات القطاع الزراعي. لكن للأسف الحكومة لحد هذه اللحظة لا تنظر إلى القطاع الزراعي كقطاع سيادي مشغل للعمالة الوطنية. هو القطاع الأكبر أمنا غذائيا واجتماعيا في هذا البلد.
لحد هاي اللحظة عندنا مشكلة موجود. طبعا عندنا أرقامنا وعندنا كثير من المخرجات وعندنا مجلس الشراكة الزراعي عم بيشتغل بهذا الجزء منه. القطاع الحيواني موجود، لكن للأسف وزارة الزراعة كانت تصنف في يوم ما بأنها وزارة سيادية، ونتمنى أن ترجع سيادية، لكن بدها قرار سيادي أنه ينظر إلى الغذاء الوطني. ولا طب إغلاق السوق الأردني بالمنتجات الأجنبية، يعني هناك حليب، تحدث الأستاذ زكريا عن كميات كبيرة أنواع من الحليب تأتي من دول مجاورة إلى السوق المحلي. هذا الحليب لو يجري إيقاف استيراده بيعطي فرصة للمنتج المحلي وفرصة منافسة. خلال الفترات الماضية تم التوافق مع وزارة الزراعة، وأنا كنت جزء من اللجنة الموجودة، وتم توقيع اتفاقية بين الصناعيين وبين المزارعين وبين وزارة الزراعة ممثل الحكومة على تخفيض هذه الإنتاج. لكن نشعر في بعض الأحيان أنه هنالك قد يكون هناك استثناءات، قد يكون هنالك تجاوزات، لكن من قبل يعني الضغوطات اللي يمارس على الحكومة أو على وزارة الزراعة. لكن حتى نبرر ساحة وزارة الزراعة ليش أدافع عنها، لكن لأمانة خلال الفترات الماضية كانت إيجابية مع المزارعين في تخفيف هذا الأمر، لكن ليس كافي بالحجم المطلوب. لكن على الأقل كنا نتطلع أنه كل سنة نحاول نزيد نسبة الحماية للقطاع الزراعي. كل ما زدت الحماية كل ما كان هنالك سعر مناسب اولا للمستهلك وفي نفس الوقت جوده عاليه من قبل المنتج. نعم، نذكر مشاهدينا متابعينا ايضا على السوشيال ميديا بسؤال الحلقه، هل تؤيد الحملات الشعبيه لمقاطعه الالبان؟ هذا السؤال ممكن الاجابه عنه على صفحه الفيسبوك للاردن اليوم وايضا على تويتر. يعني استاذ زكريا، يعني هل هنالك فرصه الان في ظل تحدي المقاطعه؟ المقاطعه تحدي يعني طبعا. وربما ان المستهلكين يفرضون يعني قوه ما يجبرونكم على العدول عن قرار رفع الاسعار، هنالك من هذا متاح كفرصه امامكم الان للتراجع عن هذا القرار؟ يعني هلا بس انا بدي اعدل شغله، ال 4% على الحليب الخام هي فرصه للمزارع وليس تحدي. نعم، لانه بيسترد ضريبه اذا كان مسجل. اذا كان بالضبط، هو الاصل كل يسجل، هو بيسترد ضريبه، هو بيسجل بيسترد ضريبه كل الاعلاف وكذا والى اخره، وهي كان احنا مطلب انه ننزل كل يكون صفريه وليس 4%. اليوم وزاره الزراعه عملت شويه شغلات حلوه، ولكن لازم يكون في سيستم ونظام واضح عند الحكومه وليس عند وزاره الزراعه. انه انا هي وزاره الزراعه جزء من الحكومه، طب بقول بشكل عام اليوم وضع وهي صاحبه القرار بالقطاع الزراعي 100%. وهي راسم السياسات. هلا شوف، اليوم القطاع الاقتصادي اقتصادي مقسوم لثلاث اقسام: زراعي، تجاري، صناعي. من يسمح للحليب هذا ان يدخل السوق الاردني؟ وزاره الزراعه. خلينا نحكي بالفرصه الممكنه للتراجع عن قرار رفع الاسعار. بس هذه نقطه صغيره، هو وضع رسم عليه. يعني اليوم انا كيلو الحليب ما بمنعه انه يجي من السعوديه، باجي بس بحط له عليه رسم جمركي، رسم حاجه معينه ليكون معادل لسعر الحليب الاردني، بصير فرصه للحليب الاردني. اليوم صديقي شوف، احنا بين امرين احلاهم ومروا، بين امرين احلاهم وهما المقاطعه. يعني بالنسبه لنا امر صعب نقاطع منتج اردني موجود، يعني حط كل مواطن تحت ضغط واقعي، يعني في النهايه خساره، وان نستمر على الخساره القديمه ونغلق مصانعنا برضو امر. طب لماذا لا تتكيفون وتراجعون هذه التسعيره؟ يعني الى حد ما يكون ترجع هناك الارتفاع معقول، يعني بدك ترجع السايكل من اول، بدك تبلش من السايكل من عند المزارع، تبلش من عند المزارع. اليوم المزارع لو عنده أعلاف أردنية، نعم، منتج أردني أعلاف، لو عنده اليوم أمور أخرى من مي وإلى آخره والأدوية أردنية، لكان المزارع بيقدر يبيعك الحليب ب 30 و25 قرش وهو ربحة. نعم، زي ما يعني في عندنا في تركيا وغيرها. مائدة الأردنيين يبدو بأنها ستصبح خالية. البيض قطع، اللبن الآن يقاطع، واللبن تقاطع، صديقي فارس والدواجن أيضا تقاطع، علبة المشروبات الغازية، نعم، بنفس حجم علبة اللبن، أغلى من علبة اللبن اللي هي عبارة عن مي وسكر و... نعم، يعني مستحيل هذا الحكي. الأردنيين مهندس نهاد، أنا بختلف على حملات المقاطعة أنها تكون موجهة باتجاه القطاع الزراعي والمنتج الزراعي، حتى ولو كان في ارتفاع. إذا ولكن كان المواطن ماذا يملك غير أن يعلن مقاطعته؟ بس خلنا نكمل معلومتي كاملة. اليوم إحنا اليوم نتكلم عن سلعة أساسية وطنية موجودة، أنا معني أني أحافظ عليها وأعطيها حافز إضافي على المستورد الموجود.
اليوم اذا بقاطع شيء سلعه كماليه لكن ما نعم ما يعني تكون. احنا وقت البرنامج انتهى، نتائج الاستطلاع سؤال الحلقه جاء كالتالي: 89% نعم عن سؤالنا هل تؤيد الحملات الشعبيه لمقاطعه الالبان، 11% لا. سريعا في ثواني الارقام 89%. نعم يعني 89% نعم، يعني على الحكي هذا ان هي الحمله باذن الله ناجحه يعني شكلها. نعم بس هذا الحكي 89% نعم. برجع اقول انه أقام. بحاجه للشعب انه يوعى بحملات المقاطعه ولا توجه للمنتج الوطني، واتمنى من زملائنا يعني ربما ان هذا السؤال هذا الاستطلاع يقول بان الالبان سنراها مسكوبه بالشارع وان الاردنيين سيقاطعون هذه السلعه. اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه، والشكر الى ضيفي في الاستوديو المهندس نهاد العليم نهاد نقيب المهندسين الزراعيين اهلا شكرا لكم، والاستاذ زكريا الفقيه صاحب شركه انتاج البان شكرا لكم. اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من عين الحدث، طابت اوقاتكم.